لأنها من برج الحوت، فهي تعشق الوضوح وتحب العراق حد الموت. عني أحس روحي هنا، بقت روحي هنا. راكبت عربة مثل سندريلا، وقالت لها بغداد زمن الوحشة قد ولى. هي سندريلا طبعاً مو الشكل ولا لدرسها هسه هذا اللابسي، الخلق، السلوك. نجمة تسطع من جديد بعد خفوت دام 22 عاماً. صارت قد ما ممثلة؟ هواي، ما أريد أقول اسمي لأن ما أريد أكبر اسمي. تقريباً كم؟ 22 سنة. 22 سنة أنت ما ممثلة؟ ممكن نشوفك التمثيل؟ طبعاً أكيد. في المصعد كانت مع ذكرى ميلادها على موعد. كل عام وانت بخير. نورتي العراق. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا رب. شكرا جزيلا. من هناك تتحدث عن احتراف الطب، وفي بغداد تشكر الرب على ما تلقته عند أهلها من حب. أني surgical technologist، عندي associate degree يعني مساعد جراح درجة معاون، و medical technologist يعني محللة الدم. وسعادة ما تشعرها إلا من تكون بين أهلك وناسك. بكت بحرقة حين دعت الله أن يفرج عن الناس الكربة. هديتك هديتك ياخذها علي بمكانك. شوف هاك هاي هدية عم علام جاب لك إياها. بعدها بنحبك. احنا كقناة الشرقية وكبرنامج كلام الناس راح نخصص مبلغ 40 مليون. بعد غيبة عقدين عن الضوء والمجد إلى بغداد تعود تمارا محمود في كلام الناس على الشرقية.